الحاجة زايدة هنا مش مكتوبة هنا، أو الحاجة اللي هي مش مكتوبة هنا زيادة ممكن نزودها، اللي هي من التعامل بتاع الوايت اللي هي اسمها الانسيبيان كيرز أو الانسيبيان ليجن، أو اللي هي البطش البيضاء اللي بتظهر بعد التقويم مش التسوس، البطش البيضاء ممكن نزود عليها الايكون انفلتريشن اللي هي بتبقى ب 15% هيدروكلوريك اسيد. طب الهيفي فورس ممكن تعمل اندر مايند ريزوربشن، ممكن تعمل ايه تاني؟ ممكن تعمل اندر مايند ريزوربشن، وممكن تعمل حاجه تانيه، ممكن تعمل ايه تاني؟ انكيلوسز لا، ممكن تعمل نكروزز لو الفورس يعني عنيفه جدا، تلاقي يقول لك دكتور اسنان حرك الاسنان، بس حرك الاسنان غلط، تلاقي يقول لك الاسنان باظت او ما بقتش مظبوطه او ما بقتش، فلو الحركه عنيفه اعنف من اللازم بس عنيفه جدا يعني، ممكن تعمل نكروز، ممكن تعمل تعفن. طيب الجزء بتاع الاوفر بايت اللي هو العضه، العضه دي ليها حاجتين، يا اما او بتعامل فيها بطريقتين، يا اما بنرفع الابر انسايزور، يا اما بننزل اللور انسايزور على حسب. لو العض لا يعني لو كميه قليله بس بعمل او بدخل اللور انسايزور، لو العضه عنيفه جدا بيقوموا مدخلين الابر انسايزور. طب لو العضه اعنف او الديب بايت اعنف بيعملوا ايه؟ يعني هي مراحل كده، ممكن يعمل ايه تاني؟ او ممكن العلاج اكسكلوجن لل اكسكلوجن للمولر لا اكسكلوجن للمولر لا ممكن يكسر، ممكن يكسر يعمل سيرجري يكسر، ممكن يكسر العظمه نفسها لو هي العضه زياده خالص او فيها مشكله خالص، بيكسر بيعمل سيرجري بقى، بيعمل جراحه، يعمل اورثوجناسك سيرجري. هي اللي انت كنت بتسالني عليها يا دكتور عبد الله، لم انهي واحد من الهيد جير بنستخدمه لما يكون عنده كلاس 2 والماندبل هايبر دايفرجن، يعني الماندبل زايد او كبير، يعني المجزله زياده والماندبل برضو اوريدي زياده، يبقى هنعمل ايه؟ هنشد على فوق، هشد المجزله على فوق، هربطها من فوق خالص، اللي هو هربطها من فوق الراس اللي هي الهاي بول، هتتربط من فوق الراس اللي هي الهاي بول. طب لو المجزله كبيره لكن المانديبول صغير خالص او راجع لورا او صغير خالص، يبقى هيعمل ايه؟ هيربطها على نهايه الرقبه من تحت اللي هو السيرفايكال بول. الانتيريور كروس بايت ما بنحتاجش ريتينر لان تصليحها خفيف، البوستيريور كروس بايت هي اللي بتحتاج ريتينر لان ممكن الاسنان ترجع بسرعه والعضه تختلف بسرعه او تتغير بسرعه. طيب بيقول لك لو احنا ما عندناش سفيشنت سبيس، ما عندناش مسافه كافيه وعايزين نعمل ريتراكشن، عايزين نرجع الانسايزور لورا، ايه اللي بقى ممكن نعمله؟ اكستراكشن نخلع. انا عايز ارجع الاسنان لورا ومش لاقي مسافه، الاسنان مش راضيه ترجع، مش راضيه ترجع لورا، او مش راضيه تيجي لورا، او مش راضيه تزق لورا، مفيش مسافه، يبقى نشله حاجه. دكتور ينفع نسوي استربنج؟ نسوي ايه؟ اللي يكون ياخذ من بين الاسنان زي بس دي كأنه لما صوت. يكون مثلا يعني لما يكون الزياده مثلا بالمليمترات يعني حاجه، لا في ناس بتبقى عايز يرجع مثلا 5 مللي ولا 6 مللي، اللي انا عارفها اللي هي الاستريبنج، ان احنا ندخل حاجه نفك ما بين الاسنان وبعض، دي لما يكون المجمل في الاخر انا عايز ارجع مللي مثلا او مللي ونص او 2 مللي، حاجه بسيطه خالص. اه ممكن نعمل دي من ضمن الحلول، ان يفحت ما بين او يشيل طبقه في الانامل بس ما بين الاسنان وبعضها بتتعمل، بس دي يعني لما يكون حاجه بسيطه، لكن انا عايز ارجع كميه، ارجع 8 مللي، ارجع 9 مللي، عايز ارجع حاجه كبيره، مش هيجيب مهما شلت في الاسنان مش هيجيب، فبيخلعوا بقى عشان يقدروا يرجعوا كويس. يعني كلاس 3 السودو كلاس 3 اللي احنا قلنا عليها بيبقى العلاقه في السكيليتال كلاس 1، والعلاقه في الدنتال او في المولر او في المولر ريليشن بتبقى كلاس 1 برضو، بيبقى مش مختلفه في المولر. طب التريتمنت بتاعها هنعمل ايه؟
هي متقدم الانتيريور اللور انتيريور وراجع الابر انتيريور، يبقى هنعمل ايه؟ يبقى نقدم الابر ونرجع اللور، نقدم الابر ونرجع اللور. لو هو صغير هيعملها بالريموفبل ابلاينس، لو هو كبر او بقى كبير او تعدى الجروس سبيريت يبقى هيعملها بالفيكسد او بالاورسو او بالتقويم اللي هو الوايرز. اليونيلاترال ماكسيلري كونستريكشن على حسب يا جماعه، اليونيلاترال ماكسيلري كونستريكشن على حسب الميد لاين، لو الميد لاين مظبوط، الميد لاين كويس، الميد لاين ماشي بالابر مع اللور، يبقى هنعمل يونيلاترال اكسبانشن. لو الميد لاين مش مظبوط او في مشكله يبقى هيعمل بايلاترال على الناحيتين، او هيوسع المجزلة على الناحيتين او على الجنبين. السامب ساكينج بيبقى المشكله اللي عنده ايه اللي المفروض نعالجها، اللي هي الكروس بايت. بنعالجها بايه؟ بنعمل اكسبانشن، بنعمل اكسبانشن. ايه اشهر حاجه عندنا بتعمل اكسبانشن؟ اللي هو عامل زي السوستة ده اللي هو الكواد هيليكس. الجدول اللي احنا خدناه بتاع اللي كان في السيرجري في الصفحه اللي قبل الاخيره كده، اللي هو كان فيه التجميعه بتاعه العلاج بتاع الكليفت ليب وبلد، كان 3 شهور اللي هي الرول اوف 10 بنقفل الليب، وبعد كده سنه بنقفل السوفت بلد، ومن سنه لخمس سنين بيروح لدكتور السمعيات او دكتور التخاطب، وبعد كده في 6 سنين بيقفل الهارد بلد، وبعد كده من 6 ل 9 بيعمل بون اوجمنتيشن، بعد كده من 12 ل 16 بيروح عند السايكو او السايكاتريك اللي هو الدكتور النفسي، وبعد كده من فوق 16 يروح ويعمل اورسو، او يعمل اورسو من 12 ل 16، بعد كده بعد 16 او عند 19 بيعمل الاورسو جناسك سيرجري او الجراحات التجميليه. برضو دي مهمه جدا. الويتس اناليسيس دي اللي احنا قلنا عليها، اللي بتحلل العلاقه او الفانكشنال اوكلوزال بلين، او بتشوف العلاقه في الفانكشنال اوكلوزال بلين. إيه تقريبا 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 بنسبه مثلا 95% هي الاسئله بتاعه الاورسو ما بتخرجش. الاورسو والبيدو اسئلتهم ما بيتشعبوش فيهم قوي، يعني ممكن البيدو يبقى فيه حاجات زياده، لكن الاورسو هي دي ما بيخرجوش قوي في الاورسو، او ما بيطلعوش بره قوي في الاورسو. هي الحاجات دي هي الاساسيه وهي المين، او هي الحاجات الرئيسيه. طيب في عندنا حاجه اسمها البرايمري سبيس. البرايمري سبيس ده اللي هو المسافه اللي بتبقى ورا اللور كناين وقدام الابر كناين في البيدو، ورا اللور كناين في البيدو وقدام الابر كناين في البيدو. المسافه دي ربنا عاملها ليه او ربنا خلقها ليه؟ اقول لك عشان لو جه سالك ايه السبب بتاعها او ليه ربنا عاملها دي، بيعملها عشان يعمل ريليف لان السنترال انسايزر بتاعت البيرمننت اكبر من بكتير من البرايمري، فعشان يعمل ريليف للكراودنج فعمل في مسافات البرايمري، وحاجه هناخدها تاني بعد كده. اللوب اوف سبيس مينتينر، خدوا بالكم يا جماعه النقطه دي عشان بيجيبوها بثلاث حاجات. انا المفروض مثلا عندي السكس هنا طلع فبحط عليه بند، وعندي الاي مخلوع مش موجود، وعندي الدي موجود، فمفروض بحط اللوب بتاع الدي فين بالظبط، في انهي مكان؟ بوصف المكان بتاع المكان بتاع اللوب بيبقى هنا بالظبط. فالمكان ده ممكن اوصفه بثلاث اوصاف، يا اما اقول تحت المارجنال ريدج، يا اما اقول فوق الجينجيفال بواحد ملي، يا اما اقول في الكونتاكت بوينت بالظبط. فالثلاث اوصاف بيجوا، السيريال اكستراكشن دي بيسالوا عليها كتير جدا برضو. السيريال اكستراكشن دي ان انا عندي الكناين فوق مزنوق ومش عارف ينزل ومش هيعرف ينزل، فانا عايز اخلع له اسنان عشان ينزل. انا كنت حافظها دايما عشان ما تنسوهاش باسم الخليه بتاعه المناعه اللي هي بتاعه الايدز، السي دي 4. في كذا طريقه ثانيه بس دي اللي احنا بنستخدمها، في دي 4 سي بس مش اللي هي الطريقه اللي احنا بنستخدمها، اللي هي الدول. الدول دي اللي هي ايه؟ اللي هي السي دي 4. نخلع الناب اللبني، ونخلع البرايمري مولر، ونخلع نستنى الفور لما ينزل وبعد كده نخلعه عشان نلاقي مكان يقدر الكناين ينزل، او يقدر الكناين يلاقي مكان ينزل فيه. ودي برضو بتيجي في الاسئله كتير. في سيكونس نبدا من اللاترال، سي دي 4. في كذا طريقه، بس هي دي اشهر طريقه. الاختبار ايه؟
كأني إيه؟ قريتها في اختبار يا دكتور، حاطين ان lateral بعدين سي دي 4. لا لا، الاختبار بيجي او الاشهر او اللي بيجي في الاختبار هي الدول دي، ما بيجيش اللي هي اللاترال دي، ما شفتهاش في يعني ما شفتهاش في حاجه قبل كده. الاختبار اللي بيجي في الاختبار هي الدول دي، اشهر حاجه يعني، هي اشهر حاجه بتيجي. ممكن لو رخم يجيب التول اللي هي الثانيه اللي بعديها اللي هي دي 4 سي، لكن اللاترال دي عمري ما شفتها. يعني لاترال وبعد كده الكناين وبعد كده، ملهوش علاقه اصلا اللاترال بالمكان بتاع الكناين، ليهم علاقه السي والدي والفور بعد كده لما ينزل. الإشاعات أو الأرقام، بناخد للمريض كم أشعة أو بناخد له كم فيلم، برضو البتاع ده بيجي كتير جدا، بناخد للمريض كم فيلم أو بناخد له كم فيلم أشعة. فخليكم حافظينها كده، إن إحنا بنزود أربعات في الأسنان اللبنية 8، يعني هنزود عليهم أربعة في الميكس الدنتيشن اللي هو من 6 ل 12، من عمر 6 ل 12 يبقى هيكون نزود 4 ل 8 يبقى 12 فيلم. في البيرمننت دنتيشن اللي هو فوق 12 سنة يبقى هنزود عليهم 4 يبقى 16، 8 12 16، عشان دي بتيجي في الأسئلة كتير برضو. طيب ركزوا بقى يا جماعة في قصة الباند أند لوب دي، عشان عايز أتخيل وبيجي عليها أسئلة كتير. لو أنا عندي السكس موجود زي ما احنا قلنا كده في الكيس اللي فوق، عندي السكس موجود والاي مخلوع، يبقى هنعمل الباند اند لوب العادي، الباند اند لوب العادي. طب عندي السكس لسه ما طلعش، لسه ما ظهرش، نوت اربتد، يبقى هعمل حاجه اسمها ديستال شو، هقوم عامل زي الشريحه كده تنزل تستنى، تعمل جايدنج او تستنى السكس لما يبتدي يطلع ويتزحلق عليها او يطلع عليها. طب بعد ما بيطلع بنبدلها بايه؟ عشان السؤال ده بيجي. بعد ما بيطلع ما احنا مش هنسيب الشريحه دي طول العمر. ريفرس باند اند لوب، ريفرس، لان كده كده هي البند موجوده. احنا قلنا في الديستال شو البند هي اللي بتبقى على الدي، فكده كده البند موجود على الدي، فبس بكسر دي او ببوظ دي واعملها لوب وتقعد على السكس، فيبقى اسمها ريفرس باند اند لوب. البند بدل ما موجود على السكس بتبقى موجوده على الدي. يبقى لو انا عندي السكس طالع بعمل باند اند لوب عادي، لو انا عندي السكس لسه ما طلعش، قال لك مريض 4 سنين 5 سنين ممكن 6 سنين لسه ما طلعش السكس، نعمل الديستال شو. طب بعد ما السكس يطلع مش هنفضل سايبين الديستال شو، طب بنبدله بايه او بنعمله ايه؟ بنعمل ريفرس باند اند لوب، ريفرس باند. طب لو عندي كذا سن مخلوع بايلاترال، بعمل طقم متحرك اللي هو في اللور اسمه ايه؟ اسمه لينجوال ارش، والابر اسمه ايه؟ اسمه نانس ابلايز، وبرده بيجوا في الاسئله كتير جدا. لو انا عندي قال لي بايلاترال او كذا سن او اسنان مخلوعه كتير، يعني الدي والاي مثلا ممكن على الناحيتين، فانا بقى مش هفضل احط باند اند لوب هنا واحط باند اند لوب هنا واحط باند اند لوب هنا وبند، فبيحط المتحرك اللي هو الطقم المتحرك. الريموفال ابلاينز اللي بنستخدمها في كلاس 2 اللي هو الاكتيفيت ريموفال، يعني بيتشال وبيتحط، اللي احنا قلنا عليه الاكتيفيتور والباينيتور والتوين بلوك. مين الوحيد اللي هو فيكسد او بيمسك على الاسنان؟ اللي هو الهربست. الصوديوم فلورايد اللي بنستخدمه في البيدو اللي هو ال NAF، اللي هو الفارنش قصدي اللي بنستخدمه في البيدو اللي هو الصوديوم فلورايد، بيبقى تركيز كام الصوديوم فلورايد؟ 5. والستنس، والستنس فلورايد، تركيزات الفلورايد مهمه جدا برضه. 1.23 10؟ لا، ال ABF هو ال ABF اللي قلت لكم عليه، 8 ل 10، ممتاز، 10، 8 ل 10. الستنس فلورايد، تركيزات الفلورايد يا جماعه مهمه جدا، التركيزات بتاعه الفلورايد لازم بتيجي في الامتحان، مهمه جدا. كل حاجه بقى في المعجون، وهنبقى ناخد كده حاجه كده في الاخر كده تجميع على تركيزات الفلورايد. قال لك بقى في الميه 1 بي بي ام، في التوث بيست للناس الكبار 1000، في العيال الصغيره 400 ل 600، في المضمضه لو يوميا، لو اسبوعيا، لو يوميا 2 من 100، لو اسبوعيا 2 من 10. الصوديوم فلورايد 5%، الاستنس فلورايد من 8 ل 10%، الاي بي اف 1.23 من 100، التركيزات كلها تقريبا دي معظم التركيزات، التركيزات كلها، والتوكسيستي امتى، الفيتال امتى، او الليسل او القاتله امتى، التركيزات بتاعت الفلورايد كلها مهمه. طيب بيقول لك لما في تشايلد متعرض لابيوز، ابيوز ده اللي هو بيسموه سوء الاستغلال او متعذب، يعني اهله معذبينه او معنفينه او اسمه التعنيف الاسري او الحاجات دي، بنعمل ايه؟ البتاعه دي بره
يعني احنا لما كنا بنذاكر الزمالة البريطانية بره العكس، في بلادنا العربية بيتعمل كده، لكن بره العكس، بره بيقول لك ما تلمس حاجة في المريض غير لما تبلغ الشرطة، لأن أصلا بيجوا الشرطة بتيجي تاخده وبتسحب الطفل وبتوديه الأحداث، توديه دور رعاية وحاجات كده، بيسحبوه من أهله وما بيدوهوش لأهله تاني، لكن احنا عندنا هنا الوضع مختلف، فبتعالجه وبعد كده تبقى تبلغ أو ما بتبلغش يعني. النيتال تيس أو لو طفل اتولد ولسه نازل من بطن امه وفي اسنان في فمه، دي اسمها نيتال تيس. لو ظهرت الاسنان في خلال اول شهر من الولاده، اليوم الاول الثاني الثالث الرابع، لكن ما كانش نازل بيها من مولود بيها، يبقى اسمها نيو نيتال. النيتال والنيو نيتال بتتشال ولا ما بتتشالش؟ تتشال على حسب، لو بتضايق الام، بتضايق صدر الام في الرضاعه وبتعور الام وبتجرح الام، بيشيلوها. او لو هي موبايل، لان لو موبايل يعني ساعات بتبقى بتتهز مش ماسكه اصلا، بتبقى كراون بس كده، لازم تتشال، لان بيقول لك ممكن تعمل سفوكيشن او تخنق الطفل، تتبلع وتخنق الطفل او تموته ولا حاجه، فبتتشال. غير كده ما بتتشالش، بتتساب وهي بتقع لوحدها والاسنان اللي بعد كده بتطلع. الانفيريور الفيولار نيرف بلوك في التشايلد بيبقى هي نفس الفكره، قلنا نفس الفكره، هي الريمس مايله كده او راجعه كده او راجعه لورا، فهي هي المانديبولار فورامين بيبقى تحت الاوكلوزال بلين في الاطفال، فوق الاوكلوزال بلين في الناس الكبيره. اللي تشيفك في بلبوتومي دي بتيجي في الاختيارات دي، لما نعمل بلبوتومي مش في الكراون بقى كله، لا ده احنا بنعمل في البلب هورن بس، يعني في نقطه بس، مش في الك... مش في ال... مش في ال... مش في البلبل او مش في البلب بتاعت الكراون كله، لا احنا بنعمل في البلب هورن، في الحته الصغيره اللي من فوق بس، دي اسمها ايه؟ دي اسمها الشيفك بالبوتومي، ومش عمليه قوي يعني. احسن حشوه نستخدمها في الاطفال هي ايه؟ الجلاس انومر. ليه؟ لانها بتطلع فلورايد وبترتبط كيميائيا بالسن. احنا قلنا مين الحاجه الثانيه اللي بترتبط كيميائيا في السن؟ البوليكربوكسيلات. الزنك بوليكربوكسيلين، ممتازه تمام. دكتور الكومبومر ما في نفس خصائص الجي اي سي؟ لا بس هو معدل، يعني هو فيه خصائص بس بالتعديل، مش الاصل بتاعه فما بيرتبطش، لا هو كومبوزيت وحاطين له شويه بولي اكريليك، مش الجلاس ايونومر، لا ده احنا حاطين له بولي اكريليك، فهو معدل لكن مش فيه نفس الصفات بتاعت يعني بيطلع شويه فلورايد لكن ما بيرتبطش كيميائي، احنا بنعمل له لايت كيور وبيرتبط المايكرو ميكانيك اللي هي الطريقه بتاعت الكومبوزيت العادي. انواع سوء الاستغلال او اللي احنا قلنا عليه التعنيف الاسري، دي بتيجي كتير قوي في الاسئله يا جماعه. يجي يقول لك الفيزيكال ابيوز، دي بتشكل قد ايه من الجروح اللي حوالين الفم او الجروح اللي بتحصل حوالين الفم، دي بتشكل حوالي 25%. طب لسه جاي سؤال في الامتحان قريب، يقول لك في مريض جالك اب وابنه يعني، وهو بيقول لك ان هو وقع او كده، فانت شكيت لا ان هو متعرض لفيزيكال ابيوز، فمديك من ضمن الاختيارات بيقول لك هل لان الاب كبير، هل لان مفيش حنان ما بين الاب والابن، هل لان القصه اللي الاب بيحكيها نوت ريليتد للتروما، يعني القصه مش متماشيه مع نوع الجرح او نوع الحاجه اللي حصلت، وبيقول لك ايه اللي ممكن يكون اقرب حاجه. لسه جاي السؤال ده قريب، نوت ريليتد، ان هو حكى لك قصه، هو قال لك مثلا ايه سنته مهبوطه، فقال لك والله ده هو كان ماشي مش عارف ايه خبط في الحيطه، فانت تيجي تفكر هو خبط في الحيطه ايه اللي هيكسر سنته الاماميه، سنته الاماميه دي لازم حد مديله بوكس او عامله او هو طاح على الارض، فيقول لك ان القصه اللي هو بيقولها مش متماشيه مع الحاجه اللي حصلت او التاثير اللي حصل او المشكله اللي حصلت. النجلكت اللي هو الاهمال، وده اشهر مثال يجي عليه، يقول لك ان الاطفال جهم بكل اسنانهم مسوسه، ويقول لك ان هو ما راحش ولا مره لدكتور اسنان، ما راحش غير وهو عنده 10 سنين، وجاي كل اسنانه مثلا متدمره وعنده السكس متدمر وبتاع، فده كده يقول لك انهي نوع من التعنيف او انهي نوع من المشاكل بتاعت سوء الاستغلال، ده اهمال. او ساعات بيجيبوا عليه مثال تاني كده برضو، يقول لك ان الطفل جاي لابس ملابس غير ملائمه للفصل اللي احنا فيه، يعني يقول لك لابس صيف في وقت الشتاء او لابس الشتاء في وقت الصيف، فده برضو من الاهمال او الحاجه اللي هي الايموشنال اللي هو سوء الاستغلال العاطفي، ان الطفل ما يبقاش عنده ثقه في نفسه، بتلاقيه عمال يبكي بصوت عالي كده وعايز حد يحضنه وعايز حد يطبطب عليه. في واحد تاني بقى السكشوال، بس ده يعني حاجه تانيه.
التوث بيست معجون الاسنان اللي هي اللي هو بيبقى ما فيهوش فلورايد، قصدي اللي بيبقى فيه فلورايد ما بيستخدمش اقل من سنتين، معجون الاسنان وبيبقى حجم البتاع، عشان ده برضو بيجي في الاسئله، حجم المعجون بنحطه قد ايه؟ عشان ده برضو بيجي. ايه زي السمير؟ لا السمير اللي هو اقل، البي سايز اللي هي العدسه، حبايه العدس ولا حبايه الفاصوليا ولا حبايه العدس اللي هي البي سايز. الليويز بيس دي برضو بتيجي في الاسئله كتير يا جماعه، خلوا بالكم منها. الليويز بيس ده هو فرق ما بين مجموع السي والدي والاي، لما نيجي نجمع السي والدي والاي هلاقيهم اكبر من الثري والفور والفايف، وربنا عمل ليه كده؟ برضو نفس الفكره عشان نعمل ريليف للانتيريور او نفك الضغط اللي موجود في الانتيريور. ده بيبقى اكبر بكام؟ وخدوا بالكم عشان بيجيب سؤال خبيث في الحته دي، هو الرقم ده ليه شقين، هو مفروض في اللور 3.4 ومفروض في الابر 1.9، فلو قال لك للفك كله يبقى تقول له 3.4 في اللور 1.9 في الابر. طب ساعات بقى بيقوم قايل للكوادرنت، يبقى للكوادرنت كام؟ عشان ساعات بيجيبوا كده وساعات بيجيبوا كده. اللور 1.7 1.8 تقريبا، 1.7 والابر 0.9 9 من 10. خدوا بالكم عشان ساعات بيجيب السؤال كده وساعات بيجيب السؤال كده، المسافه كلها 3.4 في اللور و1.9 في الابر، لكن ساعات بيقول لك كوادرنت. كوادرنت يعني الربع. الربع كام؟ يبقى الربع في الابر هيكون حوالي يعني مثلا 9 من 10 كده تقريبا، وفي اللور حوالي 1.7. برضو دي بتيجي كتير. الفيلير في البلبوتومي ممكن يعمل ايه؟ ممكن يؤدي للانترنال ريزوبشن. الاوروفيشال الماندبل قلنا 1.9، لا 1.7، 1.7 3.4 لما تقسمها على الاثنين يعني 1.7. هذا المجزله؟ لا ده الماندبل. واحد للكوادرنت، للكوادر، لا لا ثواني، للفك كله 1.9 ابر و3.4 لور، اقسم الرقم ده على الاثنين هيديك للكوادرنت بس في الابر 9 من 10، قسمه ال 1.9 حوالي 9 من 10 يعني تقريبا 9 من 10، وفي اللور 1.7 للكوادرنت للربع. الاوروفيشال تروما اللي هي لما يقول لك مريض جه وفي كده خبطات حوالين وشه، ده هتشك ان هو تعرض لايه؟ لتعنيف جسدي او سوء استغلال جسدي. الكونسنتريشن بتاع الفورم كريزول بيبقى 1 على 5. الموست افكتد ايج اوف دنتال تروما، اكتر وقت بيحصل فيه تروما في الاسنان اللي هو اللي هم بيسموه السكول ايج، اللي هو مع بدايه دخول الولد للمدرسه تلاقيه عمال بقى يتخبط هو والعيال اصحابه ويقعوا وحاجات كده، فبيبقى وقت دخول المدرسه اللي هو السكول ايج او الوقت بتاع دخول المدرسه. الانترودد توس لو هي صغيره ما بعملش حاجه، بتابعه بس، بعمل له فولو اب، ما بعملوش حاجه، لكن لو دخلت المسافه كبيره لازم اشدها واثبتها، وبتثبت الانتروجن من الحاجات اللي بتثبت 4 اسابيع. الانتروجن من الحاجات اللي هي بتثبت 4 اسابيع. الديفلوبمنت بتاع الاسنان بيحصل في عمر ايه؟ الاسنان يعني للمفارقه ان هي اول سن بيحصل في 6 شهور، اول تكون لسن في الاجنه بيحصل عند 6 اسابيع، فالرقمين 6 او الرقم هنا وهنا 6. الفايبرز او الالياف اللي بتبقى مش موجوده في الاطفال او مش موجوده في الاطفال بتبقى الايبيكال فايبر. ليه؟ لان هم ما بيبقى عندهم الاوبن ايبكس او عندهم الايبكس لسه ما اكتملتش او عندهم اوبن ايبكس. البريست فيدنج اللي هو الرضاعه والنيرسنج بوتل اللي هي البزازات. بصوا يا جماعه هو في كذا رقم بس هو في الغالب في حدود سنه ونص لسنتين، عشان هتلاقوا كذا رقم لحكايه توقف الرضاعه وتوقف البزازه والحاجات دي من حوالي سنه ونص لسنتين، عشان هتلاقوا كذا رقم او فيها ارقام كتيره. الوان فيزيت بالبكتومي اللي هو بنموت العصب كله وبنشيل العصب كله، بنحط ايه؟ بنحط زنك اوكسيد ايجينول.
عشان نقلل الريبليسمنت ريزوربشن في سنة اوبن ايبكس بنحطها في تركيز صوديوم فلورايد 2.4 لمدة 20 دقيقة، بنحطها في 2.4 لمدة 20 دقيقة. احسن اريا نحط فيها الاوبن ايبكس، بس دي يا جماعه في فرق بين ان هو حاجه تقلل الانكلوزز او الريبليسمنت ريزوربشن، وحاجه بنعملها عشان تنظف السن او كمضاد حيوي او لو في اي مشكله على السن او في اي بكتيريا بنحطها في ايه، في التترا سايكل اللي هو الدوكسي سايكل. اللي تشايلد ويند، ويند دي يعني فطام، والبسيفاير دي اللي هي بيقولوا عليها السكاته. في فرق ما بين السكاته والرضاعه، السكاته بتستمر شويه يعني ممكن تستمر شويه او. طب يا جماعه في سؤال بيجي مش موجود هنا، احنا المفروض لو جالنا طفل وسالنا يعني اهله جه مع اهله وهو بيعمل الصامب ساكينج وهو عنده 4 سنين، المفروض نعمل ايه؟ نتدخل ونعمل ابلاينز ولا نعمل ايه؟ عشان انا شفته تقريبا، والابلاينز بتاع الصامب ساكينج ده اسمه ايه اصلا؟ لو هو طفل اسمه هابيت بريكر بس ما اعرف بالظبط انه كم سنه، ممكن الين 6 سنوات. اسمه بلت الكريب، بيبقى بتاع كده نازل من البلت فيه زي الشوكه كده، عامل زي الشوكه، كل لما الواد يجي يحط صباعه في بقه يتشك يتعور، فمره مع مره مع مره مع مره من كتر ما بيتشك ما بيحطش تاني، اسمه بلت الكريب. حاجه عامل زي الشوكه كده، بتاع كده حديده ونازله شوكه كده من نص البلت وهو بيلبسها، فكل لما يجي يحط صباعه بالشوكه دي تعور له صباعه تشكه، بتاع عنيف شويه اجريسيف شويه. طيب المفروض لو هو 4 سنين نركب له الجهاز ده؟ لا المفروض عند 6 سنوات. مفروض ان احنا ما بنتدخلش في البرايمري دنتيشن، ما بنتدخلش في الاسنان اللبنيه، احنا بنبتدي من الميكس دنتيشن من حوالي كام يعني 6 سنين 7 سنين بنبتدي نتدخل، غير كده او قبل كده ما بنتدخلش. امال بيعملوا له ايه يعني؟ بنتعامل معاه ازاي اللي بالصمب ساكينج يعني؟ بنعمل له ماسك باليد، حاجه كده تتحط في الاصبع فيها نكهة؟ لا بيتعاملوا معاه سيكولوجي يعني، مش بيبقى تعامل بعنف او في حاجات فيها عنف، بيتعاملوا معاه سيكولوجي يعني ان اهله يتعاملوا معاه يحاولوا يقنعوه او يحاولوا يغيروا رايه او يحاولوا سيكولوجيا، او ساعات بيحطوا له كده صباره على ايديه يعني، ساعات من ضمن الحاجات ان هم بيحطوا له حاجه زي الصبار كده على ايديه كل ما يمص صباعه تبقى، لكن ما بنخشش بابلاينز او باجهزه غير في عمر الميكس دنتيشن من 7 سنين كده وانت طالع. الانستيزيا اللي آمنة مع الاطفال او آمنة مع الحوامل هي الليدوكاين، وهتلاقوها يا جماعه في مراجع كتير او في اماكن كتير كاتبين الارتكاين. ارتكاين غلط يا جماعه، الارتكاين ما بيتاخدش الاطفال، ولا الارتكاين ولا البيفيكاين، عشان في كذا مكان كاتب ان الارتكاين ينفع نديه للاطفال. الارتكاين كونترا انديكيتد في الاطفال هو والبيفيكاين. ارتكاين عشان هيعمل لهم حساسيه وهيعمل لهم مشاكل، البيفيكاين عشان بيقعد وقت طويل. اكتر سوبر نوميري سنه زياده بتطلع اسمها ايه؟ السنه الزياده يا دكتور الميزيودنت اللي تيجي بين الابر سنترال، الميزيودنس اللي هي طب في واحده كانت بتطلع ورا المولر ورا ضرس، يعني تلاقي في مريض حتى ساعات بيجي يقول لك ايه، مريض يقول لك ايه ده انا خلعت ضرس العقل ولقيت واحد طلع لي تاني، في واحدة بتيجي ورا ضرس العقل. السوبر نومير اللي بتيجي ورا ضرس العقل اللي هي البارامولر او الديستومولر، برضو يعني المفروض تبقوا عارفين انواع الجروح بتاعة اللسة. لو احنا قطعنا سطحيا او قطعنا سطح اللسة او خربشنا اللسة يعني، ده ابريجن، لو عملنا سحل يعني زي حد كده ايه سحل الجلد او الجلد بتاعه اتسحل او عمل سحل للجلد، دي الكونتيوجن. لو اتقطع بحاجه حاده زي السكين كده او حاجه قطعت قطع حاد، دي اسمها اللاسيريشن، دي اسمها اللاسيريشن. طيب انواع الدنتال بين اللي هو بيبقى ريفرسيبل وايرريفرسيبل. ريفرسيبل مين الفايبرز اللي مسؤول عنه؟
الريفرسبل مين الفايلات مين النيرف فايبر اللي مسؤول عنه يا جماعه؟ سي الاي دلتا اي دلتا اللي فوق البعيده اللي هي فوق قريبه من الدنتين الاي دلتا فايبرز والريفرسبل سي السي فايبرز سي فايبر يعني ده سؤال جه في امتحان قبل كده الطفل مفروض ياكل كم حباية فاكهة في اليوم يعني ياكل مثلا أي فواكه يعني فراولة مش عارف إيه بتاع كم حباية في اليوم أو منظمة الصحة العالمية أو منظمة الغذاء بتقول إن المفروض الطفل ياخد كم حباية لو هو صغير قبل ما يخش المدرسة ياخد 4 لـ5 حبايات في اليوم لو هو كبير أو كبر أو دخل المدرسة فروب بياخد من 8 لـ12 حباية فاكهة يعني برتقال سفندي مش عارف إيه كده طيب الأوكلوجن بتاع البيدو مش بيبقى مولر ريليشن شيب كده يا جماعة زي الأسنان البرمننت لا هي بيبقى علاقة اللي هو بيقول لك الفلاش تيرمينال في علاقه اللي هو بيبقى الديستال بتاع الابر اي ماشي مع الديستال بتاع اللور اي ده بيؤدي لايه يعني لما يكون عنده الفلاش هيطلع ايه عضه في الاسنان الدايمه او في البيرمننت برضو بيجي السؤال ده كتير كلاس 1 كلاس 1 طب لو ميزيال يعني المانديبلر متقد يعني طالع ميزيال المانديبل او قصدي مش المانديبل اللور اي طلع لقدام يبقى يؤدي العضه ايه في الكبار كلاس 3 يبقى يؤدي لكلاس 3 طب الديستال ان هو رجع لورا المانديبل رجع او اللور اي رجع لورا كلاس 2 كلاس 2 ودي بتيجي في الاسئله كتير برضو طيب في سؤال كده كنا خدناه في الاندو لو انت بتعمل بلبوتومي ولقيت الدم عمال ينزل يبقى مفروض نعمل ايه الدم مش عايز يتوقف حطيت له كل حاجه توقف الدم والدم مش راضي يوقف مش راضي يتوقف وانا عملت كل حاجه ومفيش دم راضي يوقف يبقى نعمل ايه بلبكتومي يبقى كده قلنا لازم بنشيل السبب او لازم بنعمل ازاله للسبب السبب هنا ان العصب ملتهب يبقى عمره ما هيقف مع حاجات توقف الدم يبقى نشيل العصب كله بدل ما نعمل بلبوتومي نعمل بلبكتومي الفروقات ما بين الاسنان اللبنيه والاسنان الدايمه دي مهمه جدا وبتيجي في الاسئله كتير الانامل والدنتين مفروض بيكون اقل او ارفع في الاسنان اللبنيه عن الاسنان الدايمه الكراونز في الاسنان اللبنيه بتبقى عنده عامل زي حاجه كده مضمومه على وسطها بيقول لك ان هو عنده سيرفايكال كونستريكشن يعني كانه نازل كده زي القمع كده والكونتاكت بتبقى فلات وعريضه اكتر من ناحيه الباك واللينجوال الكالر بيبقى اكتر فاتح اكتر في الاسنان اللبنيه الروتس بتبقى لونج وسلندركال الفروق ما بين البرايمري والبيرمننت دي بتيجي كتير جدا في الامتحان طيب الروت دايلاسريشن خلوا بالكم يا جماعه في فرق عشان بتيجي على الاكس راي في فرق ما بين الكيرفيتشر والدايلاسريشن الكيرفيتشر يعني انحناءه يعني ايه بهدوء كده لكن الدايلاسريشن يعني انحناءه بزاويه قايمه كده تلاقوا الجدر اكنه يعني في انحناءه بزاويه قايمه كده دي بتحصل ايه دي بتحصل مع التروما ان حصل تروما في عمر 4 سنين 5 سنين فالجدر وهو بيتكون قام عامل الانحناءه بس انحناءه عنيفه مش انحناءه زي الكيرفيتشر العاديه ليه بنحط الزنك اوكسيد ايجينول في البلبكتومي عشان يقلل الانترنال ريزوبشن اللي هو بيحصل مع الكالسيوم هيدروكسيد لو احنا لقينا اكتر من سن بيتحرك والعظم بيتحرك ده يدل على ايه ده يدل ان في الفيلر فراكشر او في كسر في العظم
اللي هي البتاع بتاعت المعجون لو هو صغير بعمل يا دوبك اكني بعمل زي مسحه كده بيقولوا عليها السمير اللي هي زي مسحه، لو عدت 3 سنين او كبر من 3 سنين بنحط اللي هي العدسه او البسله او حبايه العدسه او البسله اللي هي البي سايز. ليه بنستخدم جلاس ايونومر سيمنت مع الستانلس ستيل كراون اللي هو التلبيسه الحديد المعدن دي بتاعه الاطفال او العيال الصغيرين، بنلزقها ليه بجلاس ايونومر؟ عشان طبعا الفلورايد وان هو بيعمل كيميكال ادهيجن مع السن او بيرتبط كيميائيا مع السن. الطفل لغايه سنتين، مش لغايه سنه يا جماعه، الطفل لغايه سنتين ما بيستخدمش فلورايد، معجون اسنان فيه فلورايد، لغايه سنتين ما بيستخدمش معجون اسنان فيه فلورايد. الكالسيوم هيدروكسيد قلنا القلويه بتاعته عاليه، فلذلك اي حاجه فيها قلويه عاليه يبقى بتعمل حاجتين، تقتل البكتيريا وتعمل اندكشن للهارد تيشو فورميشن. الفورميكريزول بيعمل برضو، السؤال ده بيجي يقول لك مين الحاجه اللي بتعمل بروتين كواجوليشن في البلب، او ايه الحاجه اللي بتعمل بروتين كواجوليشن؟ ما عندناش غير حاجتين بيعملوا بروتين كواجوليشن، الفورميكريزول والزنك اوكسيد ايجينول. طيب لو احنا هنغير الديستال شو قلنا بنغيره بايه؟ بنغيره بالريفرس باند لوب. الليويز بيس في المانديبول بتبقى لكل كوادرانت لكل ربع 1.7 في اللور و9 في الابر، لكل كوادرانت او لكل سايد. الستريب كراون او السيلويد كراون ده اللي هو الشفاف، بنستخدمه لما يكون في تسوس جامد في الانسايزر او الاسنان اللبنيه بتاعه الاطفال. طيب يا جماعه كده في حد واقف قصاده اي حاجه؟ كده في حد واقف قصاده اي حاجه؟ يمكن نحتاج ترعبات فلورايد دكتور؟ لا هناخدها هناخدها لسه جاي. بكره ان شاء الله هناخد ميديسين وباثولوجي، وبعد كده هنخلص بقى بقيه الحاجات اليوم اللي بعديه، وبعد كده هنحل اسئله ان شاء الله. الميديسين كيميا ايه؟ الميديسين كيميا هناخده من هنا برضو ان شاء الله. احنا خدناه من كراش، هناخد المراجعه بتاعته من هنا باذن الله. الميديسين كم يبغى له يوم دكتور؟ يوم واحد باذن الله. اوكي ان شاء الله. بكل ده بس عشان نلحق بس نحل اسئله ليك عشان تلحق امتحانك بس. دكتور بس عندي سؤال سريع. الثريدد سكرو. اول شيء مين، اول شيء عندي سؤال مين اللي بيعمل فيرتيكال فراكشر، الثريدد سكرو ولا التيبر سكرو؟ الاثنين. بس بس الثريدد وانت بتلف انت اللي بتعمله، لكن التيبرد عشان بيعمل حاجه اسمها ويدجنج، يعني بيعمل زي الوتد، اكنك زي ما بتجيب وتد كده وتدقه في جذع شجره، الوتد ده بيعمل ايه؟ بيفلق الشجره نصين. فالثريدد انت ممكن لو انت لفيت الاكتر، هو الاكتر المستخدم الثريدد، يبقى الاكتر اللي بيعمل فراكشر الثريدد، لان اصلا 90% من الناس اللي بتحط بوست بتحط ثريدد اصلا، الجاهز ده اللي بيتعمل في المعمل ده يعني قليل قوي اللي بيستخدمه. يعني الجواب ثريدد دكتور. كانت اللي بتعمله ثريدد، انت اللي بتعمله وانت اللي بتعمل فراكشر بايدك، انت هو ثريدد. الفايبر ما بيعملش، الفايبر ما بيعملش نهائي، عشان جه وكانت محلوله في الناس حلها قبل كده ان الفايبر بوست بيعمل فورس وبيكسر. لا الفايبر ما بيعملش فورس خالص، ما بيعملش اصلا قوه خالص على السن. هل في حد عنده اسئله يا جماعه؟ في حد عنده اسئله؟ في حد عنده اسئله يا جماعه؟ طيب ذاكروا بقى يا جماعه كويس عشان احنا قربنا نخلص، فذاكروا كويس عشان لما نيجي نحل اسئله